محمود معروف بيسأل فضيلتك، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي لحضرتك، إنني عندما أستيقظ من النوم أحس بشيء يعود من معدتي ولا أستطيع إخراجه فأبلعه، فهل هذا يفطر؟ وفي الغالب أكون في هذا الوقت على غير وعي كامل، وجزاكم الله. ما دام خرج بغير إرادته ولا يستطيع أن يتحكم فيه فصيامه صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله. طب واللي مثلا بيرجع لأي سبب من الأسباب بيرجع عنده؟ طالما غلبه القيء، يعني ما هوش بفعله، ما حط صباعه ببقه واستقاء، يبقى صيامه صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله. الله يبارك لك، لأن أنا عندي ابني رجع ما تاني أنا من بقول أهو، رمضان و إن غلبه القيء ولا يكون ذلك بفعله صيامه صحيح والله احنا ولا شيء اجتهدنا فيه إن وسبناه شاء يكمل الله. يومه يعني، ماشي، لا ماشي، مفيش بارك مشكلة الله إن فيك. شاء الله.